السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع قناة يلا نتعلم إنجليش كورس لتأسيس اللغة الإنجليزية. أوكي، كلنا طبعا بنعاني إنه إزاي نتعلم لغة إنجليزية. أنا مش عارفة أتعلم اللغة الإنجليزية، أنا مش عارفة أذاكر اللغة الإنجليزية. أول حاجة لازم تسأل نفسك سؤال، What do you want to learn English؟ أنت ليه عايز تتعلم اللغة الإنجليزية؟ For work, for travel or for study؟ عايز تتعلم اللغة الإنجليزية عشان الشغل بتاعك، عشان تسافر، or for study أو عشان تذاكر. Okay. If you want to learn something, you will do. لو أنت عايز تتعلم شيء هتتعلمه. You don't say no. It is difficult. لا. الحاجة دي صعبة. لا. بدليل إنك أنت لو مسكت جيم أو لعبة بتتعلمها بسهولة. لأنك عايز تعمل الحاجة دي. فأنت لو عايز تتعلم اللغة الإنجليزية لازم يبقى عندك إصرار. You must insist on to do this. إنك تعمل الحاجة دي. And for example, you must take the best things from the modern technology. ولازم تاخد افضل شيء من modern technology. حاليا الانترنت سهل لك انك تتعلم اللغه الانجليزيه، انك تمارس اللغه الانجليزيه without any shame. Some people feel shame to speak English in front of others. لان بعض الناس بتحس تشعر بالخجل او الاحراج انك تتكلم قدام الاخرين. I will do some mistake. ممكن انا هعمل mistake فهو بيخاف يتكلم. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي او هناخد اول خطوات مع بعض ازاي نتكلم انجليش او ازاي نتعلم انجليش in easy way بطريقه سهله خالص. اوكي، اول حاجه انك ask about price. لو انت رحت مكان وعايز تسال عن سعر حاجه، ايه الصيغه اللي انت ممكن تستخدمها او تسال ازاي؟ اول حاجه how much، بنسال ب how much. how much يعني كم الثمن او كم اللي هو السعر. اوكي، اس بتيجي مع الحاجه المفروضه. انا مثلا عايز اشاور على سماعه وهاند فري. هاو ماتش از ذس، هاو ماتش از ذات، يبقى ذس للقريب ذات للبعيد. او هاو ماتش از ات، كم ثمنها او كم سعرها. اف يو لايك ذس جاكيت، شفت جاكيت وعجبك على الاخر في المحل، اند يو وانت تو اسك اباوت ذس برايس، وعايز تسال السعر بتاعه. هاو ماتش از ات، كم سعره؟ How much is it؟ How much is it؟ Okay. How much are؟ لو أنت بتسأل عن حاجة جامعة أو شفت حاجة جامعة وأنت عايز تشتريها، خلي بالك معايا في حاجات تتعامل معاها في الجامعة زي كلمة شوز، لأنك بتجيب اللي هو الفردتين أو الناحيتين، بالجلاسز اللي هو النظارات. How much are these or those or they؟ These طبعاً القريب، those للبعيد، they اللي هو الجامعة. اوكي، او هاو لما يجاوب عليها it is 1 pound، it's 100 pounds، it is 1 pound، يبقى لو مفرد بتبقى it is 1 pound، it is 100 pounds. طب لو حاجه جم they are 1 pound، يعني الحاجه دي 1 pound يعني 1 جنيه، they are 100 pounds، دي 100 جنيه. يبقى لما نسال عن شيء how much، لو حاجه مفرد بستخدم s، لو حاجه جم بستخدم r. اوكي، هنا it is 1 pound 100 pounds، they are 1 pound، they are 100 pounds. اوكي، لما تيجي تستخدم او تروح محل بتسال عن شيء او بتسال بتطلب المساعده من شخص بتقولي excuse me can you help me، excuse me can you help me. طبعا الشخص اللي قدامك بيرد sure of course it's my pleasures. او لو حد سالك نفس السؤال ده excuse me can you help me، لو سمحت ممكن تساعدني، انت بترد بيكون الرد بتاعك او الاجابه بتاعتك اللي هي شور طبعا of course او it's my pleasure. اوكي، thank you for today. If you like this video like share and subscribe. goodbye.